نشوف الشغل الهاند ميد كده اللي هو بقى صناعة الإيد المصرية العظيمة الجميلة، ونشوف مين العظيم المصري اللي بيعمل الكلام ده. صباح الخير. صباح النور يا فندم. نتعرف عليك. إبراهيم يا فندم. أهلا يا إبراهيم، إزيك عامل إيه؟ الشغل الحلو ده أنت بتشتغله؟ لا ده هو بيجي لي وأنا ببيعه. آه يعني أنت بتشتريه من المكان اللي هو بيتعمل وبتبيعه. يا دوي. ده شغل مصري بيتعمل واحنا بنجيبه هنا نبيعه. مين اكتر ناس بيشتروه، الاجانب ولا المصريين؟ المصريين والاجانب، لان حاجتنا الحمد لله طول عمرها بتتقدر برضك. يعني الحمد لله. يعني المصريين حاجتهم دايما يعني ما فيش منها؟ نقدر، وحاجتنا طول عمرها الحمد لله بتتقدر. الاجانب بيقدروا والعرب بيقدروا والمصريين برضك بيقدروها. واحده زي حضرتك ممكن برضك تقدرها، صح ولا لا؟ اكيد طبعا. اي يعني اي صانع في الوطن، اي مكان الحرفه او الصناعه اللي بيصنعها بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي، لان ده مش موجود بره، والناس بتيجي بتحب تتعرف على الصناعات بتاعتنا. انت بقى بتشتغل كام ساعه يا ابراهيم؟ 10 ساعات. متجوز؟ لا عازب. ربنا يكرمك ان شاء الله ويرزقك. طيب انت سمعت على شهاده امان يا ابراهيم؟ لا ما سمعتش عنها خالص. يعني ما بتفرجش على التلفزيون ولا ايه؟ طيب احنا بقى من دي ميديا وقناه الناس وبرنامج علامه استفهام، جينا النهارده عشان نفرحك ونعمل لك الشهاده دي. اتفضل هدي بقى عنك وهقول لك بقى الشهاده دي بتعمل ايه. الشهاده ديت لا قدر الله في حاله الموت بيتصرف يعني مبلغ كويس للورثه، ربنا يديك الصحه وطوله العمر. وفي حاله العجز بيتصرف لك زي معاش كده. احساسك ايه وانت عندك الحاجه الجميله دي اللي اتعملت لجدعان مصر اللي بيشتغلوا مش مستنيين الوظيفه؟ اكيد طبعا حاجه اكيد تفرح. يعني اكيد مبسوط يا ابراهيم؟ طبعا اكيد مبسوط. طب يا ابراهيم الف مبروك، انا مبسوطه اني فرحتك. الله يخليك، الله يبارك فيك. ومبسوطه ان انا قابلتك، واحلى حاجه طبعا في مصر كلها خاني الخليلي ورجاله خاني الخليلي الجدعان. طبعا 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 طبعا. انا مبسوط بحضرتك يا فندم ومتشكر على الشهاده. اشكرك اشكرك، شكرا ليك، سلام عليكم.